احنا مع الاجواء دي رغم ان في بعض الاحزان، رغم ان في بعض الانقسامات، رغم ان في بعض الاجواء الحاده، لكن كان في جون محمد صلاح. والحقيقه ان جون محمد صلاح كان بمثابه هديه محمد صلاح هذا الشاب المصري الجميل لكل المصريين عشان يدخل الفرحه في قلوبهم. احنا شعب زي كل الشعوب بنحب الكوره. الحقيقه كانت مباراه مشرفه من افضل المباريات اللي اداها منتخبنا. جون محمد صلاح ده يعني بصراحه هدف عبقري. انا مش بتاعت كوره، بس يعني لما يجي الجون بالطريقه دي يبقى هدف عبقري.